مشاهدينا ونقلتنا الآن بتكون إلى أسرة ومجتمع. الإسلام دين السلام ونور يشرق في ثنايا الروح. هو هناك من أدرك بفطرته السليمة دين الاستسلام لله عز وجل. في كل يوم الآلاف من الأشخاص يعتنقون الإسلام عبر العالم. اعتناق الإسلام هو خيار شخصي واجتماعي للكثير من الناس في عصرنا هذا، وهو طريق روحي من العبادة والتقرب إلى الخالق عز وجل. وعندنا مثال حي في الاستوديو وهو تامر رمضان واعتناقه للإسلام، لذلك يسعدنا يكون معنا اليوم الأستاذ راشد سالم الجنيبي، مدير مركز المعلومات الإسلامي التابع لجمعية دار البر، ومعنا طبعا الشاب تامر رمضان وهو شاب اعتنق الإسلام. مساكم خير. مساكم الله يبارك فيك. مساء الخير استاذ راشد، ومساء الخير ضيفنا ايضا تامر رمضان من الولايات المتحده الامريكيه. نعم. ونقول مع بعض هنيئا للاخ ناصر اللي اعتنق الاسلام، وايضا جبنا عنها التقرير، وهنيئا لنا فيك اليوم في وجودك معنا اليوم تامر. الله يبارك. الله يسلمكم ان شاء الله. اول سؤال، اول شيء ما تكلمنا الاستاذ راشد، تحدثنا عن التجربه الخاصه بكم انتم وتجربتك الخاصه مع المسلمين الجدد في دوله الامارات العربيه المتحده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية حبيت أشكر قناة الظفرة، الله يسلمك، برنامجكم المتميز على تسليط الضوء لأنشطة مركز المعلومات الإسلامي. الحمد لله. فمركز المعلومات الإسلامي هو مركز للتعريف بالإسلام تابع لجمعية دار البر، أسس سنة 1993. المركز يعني يقوم بمهمة التعريف بالإسلام، دعوة الناس إلى هذا الدين العظيم بالحكمة والموعظة الحسنة. طبعا المركز أسس سنة 1993، ومن ذلك الوقت والحمد لله المركز يقوم بمساعدة الناس بفهم هذا الدين العظيم ودعوتهم إليه، والله الحمد أسلم إلى اليوم ما يقارب 20. بس شوي يمكن مش ظاهر، تعلي صوتك شوي أخوي راشد. أنا إلى اليوم الحمد لله أسلم ما يقارب 20,000 مسلم جديد عن طريق المركز، بمعدل شهري يتراوح 200 مسلم جديد شهريا. الحمد لله المركز يعني يقوم بالدعوة المباشرة عن طريق يعني المحاضرات والدروس المباشرة مع الجهات المتعاونة أو في المركز، وأيضا يقوم المركز بطباعة وتوزيع المطويات والكتب الدعوية في مناطق توزيع مختلفة. نعم. ولله الحمد بالنسبة للتجربة الشخصية، سبحان الله، يعني من قبل 4 سنوات كنت في رحلة العمرة، أداء العمرة في مكة، وكنت أمام الكعبة، فأذكر أن كنت أدعي يعني اللهم اجعلني في خدمة دينك. فسبحان الله بعدها بشهر يعني تلقيت اتصال من احد الاصدقاء من جمعيه دار البر، فكان يشاورني يعني واقترح علي ليش ما راشد يعني تتطوع لدينا في هذا القسم الدعوي وتخدم الناس وتدعو الناس للاسلام وتدير العمل الدعوي في المركز. الحمد لله استخرت من يومها يعني بدأنا في الحمد بهذا المجال الطيب. التوفيق ان شاء الله. توفيق يا راشد. الحمد لله. والله انا حابه طبعا اسال تامر، كيف دعيت، اذا دعيت للاسلام، او كيف بديت هذا الدخول الى هذا الباب؟ كيف كانت التجربه اول شيء؟ ابا كيف كانت، او لماذا اخترت الاسلام، يعني كيف اخترته؟ انا والله اولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اولا شفتني فيديوهات على النت. نعم. ورأيتني اشياء، يعني طبعا حياتي من قبل يعني كان بعيد من الاسلام. نعم. فما كان عندي يعني طريق بالحياه ولا هدف. شو اللي خلاك تفتح الانترنت اصلا؟ انا كنت يعني احب اكون النت. فضول؟ لا مو فضول، بس كنت انا كنت اشتغل في شركه. نعم. وكنت مصور. نعم. فكنت يعني دائما ارفع فيديوهات للشركه على اليوتيوب. فشفت يعني فيديوهات يعني غريبه اليمين، تعرف الفيديوهات المزيده، فشفت يعني اشياء يعني يسألني يعني أسئلة، يعني لماذا أنت هنا في الدنيا؟ ماذا سيصير يعني بعد الموت؟ نعم سبحان الله. شفت الفيديوهات يعني سبحان الله. فبدأت عملية البحث عبر الإنترنت. أنا ما كنت أبحث والله، أنا كنت يعني فرحان في حياتي من قبل. نعم. لكن شفت هذه الأسئلة واستغربت يعني طيب إيش؟ لما بديت تبحث في الإنترنت عن الإسلام تامر. نعم. شو صار، كيف خبرنا؟ صار ممكن شهر أنا والله يعني كل يوم كنت يعني ارجع من الشغل واحب يعني اجلس على الكمبيوتر واشوف ايش الاسلام يعني. نعم. كنت اشوف يعني اشياء عجيبه فيها يعني. هذا ما كان عندك حدث خديجه هذا؟ نعم. عفوا، بس حدث هذا كنت في امريكا ولا كنت في الامارات؟ لا في الامارات. كنت في الامارات. نعم. كان عندك اي خلفيه قبل عن الدين الاسلامي تامر، ولا بدات من الصفر؟ خلينا نقول لا، نستطيع ان نقول من الصفر يعني. من الصفر سبحان الله. يعني في بيتنا ما كنا نمارس اي دين يعني في البيت. نعم. فمن الصفر يعني.
حتى سبحان الله ما كان الأخ تامر يتحدث باللغة العربية. نعم سبحان الله. أسلم من سنتين واجتهد على نفسه لله الحمد. طب أنت في حالة تامر، طبعا تامر توجهت لهم، تامر توجهت للمركز؟ مباشرة للمركز أو لا. كيف ذهبت للمركز؟ لا وأنا ذهبت للمركز لتعلم اللغة. نعم. اللغة فقط. إيه و يعني تعلمت لسنة. نعم. ووقفت ثم تعاود مع المركز يعني بعد ذلك يعني في الدعوة. أنا كنت أوزع كتب وأحب الدعوة يعني وجدت يعني شيء عظيم يعني في الحياة يعني الإسلام يعني نعمة عظيمة، فكنت أحب يعني أخبر الناس الأخرى. لكن يعني لم تكن في البداية أسلمت، يعني كيف أنت استقبلتوه راشد؟ يعني البداية معك كيف بدأت؟ والأخ طبعا أسلم عن طريق الإنترنت. عن طريق الإنترنت ما شاء الله. سبحان يعني الله. سبحان الله كان يعني الحين الإنترنت بيدخل الجنة. هو صاحب المقطع الفيديو اللي تأثر بالأخ يعني سبحان الله يعني الدال على الخير كفاعل. نعم. مقطع دعوي غير حياة أناس. هذا جزاءها وجزاء من عمل بها. نعم. سبحان الله. نعم. تامر شو أكثر شيء لفتك في اعتناق الدين الإسلامي؟ شو أكثر شيء حبيته؟ أنا حبيت الإسلام يعني بالكلية يعني. نعم. الإسلام يعني دين خير ودين جميل يعني. نعم. حبيت الإسلام كله، لكن الشيء الذي شجعني إلى الإسلام يعني المعجزات العلمية في القرآن. المعجزات العلمية. إيه نعم. شفت يعني عن الأمور يعني عن السماء يعني في الآية يعني والسماء نعم. بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نعم. فشفت هذه المعجزات وعدم الخلق الطفل في البطون أمهات. فقلت يعني سبحان الله يعني مستحيل أن هذا يكون من بشر يعني طبعا هذا لازم يكون يعني من الله طبعا راشد لنا سؤال موجه لك مباشرة عن طريق تويتر يقول ما الذي يجب أن يتوفر في الداعية حتى يقول أنا داعي ويستطيع أن يدعو الناس إلى الإسلام نعم أول شيء يجب أن يتوفر في الداعية العلم الشرعي نعم طبعا والأخلاق طبعا أن يتحلى الداعي بالأخلاق وأن يكون نموذج ومثال طيب للمسلم نعم. سبحان الله أن مع الإحصائيات التي نقوم بها في المركز السنوي الإحصائيات السنوية يعني يتبين لدينا في المركز أن من أكبر أسباب اعتناق الناس للإسلام صديق حسن الخلق سبحان الله حسن الخلق طبعا يعني ياما أن ناس يأتون المركز نعم. الأمهات مثلا في البيوت يأتون بالخادمات في المنازل متأثرات يعني بالمعاملة الطيبة في المنازل الله. ناس يأتون بالموظفين لديهم من الشركات الصديقة وما عندهم أي علم ربما شرعي هو قلت ترى الدين المعاملة الدين المعاملة نعم. نعم يعني سبحان الله يعني هذا الدين رحمة يعني وما أرسلته رحمة للعالمين نعم. زين شكد هاي النقطة أثرت اللي هي الدين رحمة ومعاملة والتسامح اليسر في الدين الإسلامي شكد لعب دور في ترغيب الآخرين على دخول الإسلام في الإمارات وتحبيبهم لهذه الديانة الحمد لله يعني سبحان الله ربما الناس يعني في الغرب والدول الأخرى يعني ينظروا الإسلام بنظرة مختلفة عن الناس الموجودين عندنا في الدولة سبحان الله أول ما تطأ أقدامهم هذه البلد الطيب الإمارات خاصة إمارة دبي تتغير الفكرة المغلوطة عن الإسلام نعم. تتبدل تلك الأفكار يعني المختلفة عن الإسلام فتنشأ يعني أفكار جديدة أفكار إيجابية عن هذا الدين العظيم يعني فما يلبثون يبحثون عن سر هذه المحبة وسر هذه المعاملة الطيبة في 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 أهل هذه البلد في الناس المقيمين في هذه الأرض الطيبة فياما ناس أتوا المركز بدون أن أحد يدعوهم للإسلام بدون ما أحد أنا أعطاهم كتاب دعوي يأتون بس يبحثون يعني عن سر السعادة هذه اللي يجدونها طبعا الإمارات نافذة هو باب الحمد هي نافذة للإطلالة وباب أيضا للدخول الحمد لله يعني الحمد دولة الإمارات وبما وفروه وبالذات هذه المراكز يعني أمر جدا رائع من قبل القادة حتى لا يعني الناس ما يكون في عندهم تشبع أو التوجه الخاطئ لمن ليس لديه القدرة للإدلاء أو تعليم الإسلام ومبادئ الإسلام صحيح أعتقد بعد حتى عبد الله بما أن دولة الإمارات بلد متعددة الجنسيات والثقافات والأديان نعم. بالتالي فيعني هذا الشيء يكون داعم على أن نحن نتعرف على ثقافات الآخرين ونحترمها هذا حتى لو لم نعتنق عندهم في المركز أيضا ما شاء الله هناك تعليم بلغات مختلفة ليس صحيح. فقط باللغة العربية والإنجليزية وغيرها طيب تامر أنا أبى أسأل تامر أنت مركزة على تامر اليوم شو تفضلي تامر كيف ترى التعامل معك كأنت معتنق جديد لدين الإسلام كيف تم التعامل معك من قبل الشباب أو حتى في المؤسسة في دولة الإمارات كان في صعوبة ولا كان في سلاسة لا والله يعني لما الناس يعرف أنك مسلم جديد هم يعني يحترمونك ويحبونك يعني يساعدونك يعني في كل الأمور يعني نعم حببك هالشيء إيه المعاملة يعني جميلة حدثنا عن الترحيب في البداية كيف؟
أول ما ذهبت لهم لاعتناق الإسلام حدثنا عن ترحيب الشباب، لأنه هذه إحنا عندنا صراحة شيء كبير جدا، ويعني الصدور تنشرح والأيادي تفتح والأحضان، يعني شيء كبير جدا بالنسبة لنا لحضور أحد الإخوان لاعتناق الإسلام. فحدثنا عن اللحظة الأولى لك، عنك وعن الشباب أيضا عند استقبالك. اللحظة الأولى يعني كان في البيت، يعني أذكر يعني أول يعني أول ما بديت تشعر من الداخل بعظمة هذا الدين هذا كان يعني شعور عظيم، يعني ما أنسى هذا الشعور. نعم. وأنا ما ذهبت إلى مركز ولا أي شيء، يعني بدأت يعني قلت هذا حق، فبدأ يعني بدأ أصلي. أنا حدثتك بالعربية، هل لك أن تخبرنا عن ذلك الفيديو أو عن ذلك الشخص في الفيديو اليوتيوبي الذي جعلك من معتنق الإسلام؟ الفيديو كان اسمه The Arrivals أو ما أذكر القناة. نعم. بس لو يسمع يعني إن شاء الله. أنا عرفت تقريبا يعني. الفيديو هو يتكلم في مجملة أيضا عن 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 مشاكل اعتقاد الناس بالمثلث وبالمسيح الدجال وما سيحدث، لكن يظهر لك هذه الأمور أنها طبعا خاطئة. سلسلة طويلة هو، لكن أيضا هذا الفيديو أنا أنوه أيضا لمشاهدين أن هذا الفيديو لا يشاهده إلا من سبحانه الله وتعالى يعني أنعم عليه الله بعقل مميز ليفهم فعليا هذا ما يحدث وما يتناقله أصحاب هذا الفيديو. جدا فيديو رائع، لكن أيضا تنبهوا إلى أن تحضروا وأنتم على علم بما يحدث فيه. زين أستاذ راشد، الحين مو مع تامر، مع أستاذ راشد، واجهتم صعوبة أو بشكل عام يعني شفنا في التقرير ناصر عندنا مثال حي هني تامر، تواجهون صعوبة مبدئية في أول أمر مع معتنقي الإسلام؟ والله هو يعني حقيقة يعني الناس الذين يسلمون ربما يعني تواجههم بعض العوائق أو الصعوبات بعد الإسلام، خاصة يمكن الأخوات المسلمات الجدد مع مجتمعهم، يمكن مع مجتمع نعم. ربما يعني ما يتناسب دينها الجديد مع عملها نعم. السابق نعم. خاصة بعد الارتداء الحجاب والأمور المختلفة. فالحمد لله يعني يقوم المركز بالتعاون مع المؤسسات الأوقاف يعني بالتسديد والتقريب في الأمور هذه. نعم. حسب علمي أنا بالنسبة لموضوع المنتسبين الجدد للإسلام في المراكز أنه يخصصون لهم، إذا كان هناك بيكون تأثير سلبي على حياتهم الاجتماعية ووظائفهم أعتقد المركز يقوم برعايتهم وتوفير لهم الحياة الكريمة إلى أن يوفقوا في شيء جديد، صحيح؟ إحنا عن طريق المركز يعني عندنا برنامج المؤلف قلوبهم نعم. بالتعاون مع جمعية دار البر، طبعا المركز تابع لجمعية دار البر نعم. فعن طريق هذا البرنامج المؤلف قلوبهم اللي هو المصرف الرابع من مصارف الزكاة نقوم يعني بدعم نعم. المسلمين الجدد ماديا حتى يعني يمشون أمورهم في بداية حياتهم الجديدة حياة الإسلام. بس قبل أن أنهي معاكم في سؤال وصلنا على تويتر من ناصر براسي يقول كيف يكون التعامل مع الديانات الأخرى بالنسبة لمفهومكم للإسلام، يعني هل يصير في مراعاة لأصول الديانات الأخرى في حين مثلا يوم نحن نريد أن نقنعهم بشيء أو نغير مفهوم مختلف لشاب تجاوز 20 من عمره، فيعني في ثقافة تتغير بحد ذاتها الثقافة الإسلامية، كيف يتم التعامل مع الثقافات الإسلامية الأخرى؟ هو في احنا نشاطنا في المركز ومعظم المراكز الإسلامية نقوم يعني بتصحيح الفكرة المغلوطة عن الإسلام في البداية نعم. أن دين الإسلام دين المحبة، دين السلام، دين المساواة، دين يعني التسامح وتوقير نعم. الصغير واحترام الكبير، والدين الذي يعني يحس المرء فيه بالسعادة ومعنى جديد للحياة نعم. والسعادة طبعا في الحياة الأخرى، ومن ثم نبين له محاسن الإسلام بأن الدين الإسلام يعني دين مختلف تماما، دين يربطك بالله عز وجل مباشرة نعم. أي شيء تحتاجه فقط ارفع يديك الله سبحانه وتعالى، اسجد الله سبحانه وتعالى طبعا. فدين الإسلام دين يعني يثبت وجوده بنفسه، فما يحتاج فقط إلا أن طريقة أو أداة معينة لإيصال فكرة دين الإسلام للطرف الآخر، ما احترام طبعا يعني وجهات النظر، ما احترام طبعا الديانات المختلفة. ولو أن الأمر يمكن احنا وصلنا لنهاية هذه الفقرة، لكن أنا أطلب أيضا يعني صبر علينا شوية من الإخراج، أن أبغي كلمة من تامر إلى الإخوان الذين لم يعرفوا عن الإسلام ولم يدخلوا الإسلام بعد. الذين لم يدخلوا الإسلام يعني أنصحهم يعني ابحث عن الهدف من الحياة، يعني نعم ابحث يعني لما تجد الهدف في الحياة يعني تجد السعادة، يعني كل شخص يريد يكون يعني سعيد في حياته. لم يكن لديك هدف قبل اعتناق الإسلام تامر؟ نعم والله لا أصبح لديك هدف بعد اعتناق الإسلام. نعم رسالة كافية ووافية عبد الله، طبعا
طبعا احنا جدا شاكرين لتواجدكم معنا استاذ راشد سالم الجنيبي، مدير مركز المعلومات الاسلامي التابع لجمعيه دار البر، وطبعا الشاب تامر رمضان، لكم جزيل الشكر. بينما مشاهدينا بعد الفاصل اناشيد اسلاميه تعبر عن روح الاسلام مع علي النقبي، تابعونا.